هلا بسم الاب والابن والروح القدس سلام واحد. اهلا بيكم. اهلا بقدسك يا بابا. كان في بنات بعتت على اكونت صراحه شويه اسئله واحنا قلنا ان احنا هنعرضها يعني على قدس ابونا بنات ثانوي او بنات ثانوي وقدسك تجاوب لنا عليها. فكان اول سؤال بيتسال ليه احنا بنصلي مع ان ربنا هو اللي متحكم في كل حاجه موجوده حوالينا وربنا عارف كل حاجة، يعني هو ربنا عارف، فهو يعني ليه احنا نقوم ثانيا ان احنا نصلي ما دام هو عارف كل حاجة؟ تمام. حابب ان انا اقول لكم بس على بعض الكلمات اللي كانت في الاصول اليونانية بتعبر عن ايماننا بقوة. يعني مثلا زي كلمة الافخارستية، احنا عارفين كلمة الافخارستية كلنا انها تناول او القداس. فاحنا ما زلنا بنستخدم كلمة الافخارستية عشان هي معبرة قوي عن سر الشكر. ففي كلمة بتعبر عن علاقتنا بربنا هتفيدنا في الإجابة على سؤال الصلاة. الكلمة دي الآباء سموها سينرجية. يعني إيه سينرجية؟ باليوناني يعني العمل المشترك. يعني الله يعمل ونحن أيضا نعمل. اللي ممكن نقولها بصورة أخرى زي النعمة والجهاد. مثلا النعمة هي عطايا الله أو عمل الله، والجهاد هو عمل الإنسان. الصلاة عمل من الأعمال اللي برضو بينطبق فيها كلمة السينرجية. الاتنين بيعملوا معنا. الله والإنسان. الصلاة إحنا مش بنصلي علشان مثلا نغير مشيئة الله أو إن الله يتغير بالصلاة، إحنا نغيره هو بالصلاة. لا، أساس الصلاة هي إحنا. مش بس أساس الصلاة، أنا عايز أقول أساس مهم لازم كلنا نعرفه، موجود في قانون إيماني. قانون إيماني بيقول الذي لأجلنا ولأجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من القدس إلى آخره. الذي لأجلنا ولأجل خلاصنا، هو كل حاجة هي لأجلنا ولأجل خلاصنا. الصلاة هي إيه؟ لأجلنا ولأجل خلاصنا نصلي. فالصلاة أساسها إحنا، إحنا اللي بنتغير، إحنا اللي بنشكل. أنا بقف قدام ربنا في آية حلوة موجودة عند بولس الرسول يقول إيه؟ نتغير إلى تلك الصورة عينها. نتغير إلى تلك الصورة، كما من مجد إلى مجد. كما من الرب الروح. يعني الروح ربنا بيبتدي يشكل فينا ويغير فينا، فكل مرة بقف فيها في الصلاة أنا بطلع متغير، متشكل. طيب وعمل الله، يعني لو طلبت حاجه من ربنا هينفذها؟ هيلبي الطلبه، يعني حسب وعده ان اذا طلبتم طلبه هينفذها او هيستجيب ليها، بس هيستجيب ليها بالتعاون معايا. يعني يقول لي طب انت روح اعمل كذا وانا هكون معاك. فانا هطلع من الصلاه واخد ارشاد من ربنا، انا حسيت في الصلاه واخدت ارشاد من ربنا راح اعمل حاجه ثانيه، وعارف ان ربنا راح يعمل معايا. لكن ربنا مش الساحر اللي اقول له اعمل انت ديت واقعد انا استريح خلاص هو هينفذ كل اللي انا عايزه. انا كده قلت له الحاجه في الصلاه وخلاص. لا، مش ده الايمان الصح بتاعنا. ايماننا، عشان كده انا بقول لكم خلينا نفتكر الكلمه سينرجي، عمل مشترك. وكل مره انا بقف في الصلاه في حاجه مشتركه بتتم. انا بتكلم وربنا بيستمع ويستجيب، والله بيتكلم وانا كمان بستمع وبتغير وبتشكل. عشان كده الصلاه مهمه. طيب كان في بقى سؤال ثاني ان هو بيسالوا اهميه سر التوبه والاعتراف. كان في بنات اوقات كتير، ودي مع يعني في المستوى الشخصي كان في بنات خصوصا تسالني عليها، ان انا مثلا عندي حاجه معينه وانا محرجه اروح اقولها لابو الكاهن، هل ينفع اقوم اصلي قدام ربنا وقتها تتغفر؟ يعني مثلا لو انا رحت اعترفت لابونا وقتها كده وما قلتلوش مثلا على الحاجه دي، يبقى هتفضل ملازماني موجوده حتى لو انا اعترفت بيها قدام ربنا؟ كويس. السؤال ده برضو خلينا نرجع للاساس اللي لسه قايلينه حالا. احنا قلنا كل شيء الذي لاجلنا ولاجل خلاصنا، فحتى سر التوبه والاعتراف هو لاجلنا ولاجل خلاصنا، من اجلنا احنا. فدايما السؤال اللي بتسأل يقول ايه، هو ربنا ما يقدرش ان يغفر من غير الخطوه؟ طب ما هو يعمل اللي هو عايزه، هو قادر على كل شيء، يقدر. القصه مش في قدره الله قد ما في مفاعيل تعالينا احنا اللي محتاجين، نحن الذي احتجنا الى الشفاء. هو انا ما ينفعش اخف من غير ما اروح للدكتور؟ انا اللي محتاج، انا اللي لازم اروح للدكتور عشان اخف عشان اشفى. فخلينا نفهم، نبسط الموضوع، خلينا نفهم الخطيه على انها مرض، والمرض محتاج خطوات للشفاء. خطوه مثلا المرض ده، اول خطوه انا عيان، اول خطوه ان انا احس بمرضي، فابتدي اقعد مع نفسي كده افكر ايه ده انا بقالي 3 ايام سخن، كنش كورونا؟ مش دي اول خطوه لازم افكر. فاقعد افكر كده اقول ايه ده انا بقالي سخن 3 ايام، لا الموضوع كده ما ينفعش. اروح اقول لبابا، اروح اقول لماما ده انا تعبان محتاج اروح للدكتور.
فياخدوني يروح بيا للدكتور، الدكتور يقول لي روح اعمل اشعه، حاضر اروح اعمل، روح اعمل تحليل، حاضر، وبعدين يقول لي لا انت طلع عندك كذا، خد الحقن دي، حاضر، واتالم واستحمل الوجع وكل حاجه الفنيه، ما تاكلش حاجه فنيه، حاضر. في النهايه الشفاء هو ليه؟ انا اللي شفيت. شفيت ليه بقى؟ عشان كل ده حصل، عشان انا حسيت بمرضي، عشان انا عبرت عنه، عشان انا قلت لحد ساعدني، بابا وماما خدوني ودوني، عشان دكتور شاطر، عشان العلاج اللي كتبه كويس، عشان اخدت العلاج، كل ده على بعضه بيحقق الشفاء. فهي منظومه على بعضها، الغفران كده. انا عشان كده احنا عندنا في الكنيسه كلمه الغفران موجوده في حاجات كتير قوي، مثلا صلاه ابانا لازم، اغفر لنا ذنوبنا كمان اغفر نحن ايضا المسلمين. كل مره انا بغفر فيها لحد انا بيتغفرني، لان ده وعد الله يغفره يغفر لكم. الافخارستيه يعطى عنا خلاص الغفران الخطايا، انا كل مره بتناول بتغفر لي خطاياي. يعني دي عمل سر فداء المسيح وخلاص ولسان عم قلبين على الصليب. التوبه والاعتراف بتغفر لي خطاياي، لان صلاه ابونا واخد سلطان الحل انه يعطيني حل من خطاياي. كل ده بيعمل معنى فما افصلهمش عن بعضهم. فهي الفكره كلها سر التوبه والاعتراف يكمل المنظومه. لان الكنيسه المهم ان الكنيسه دي جسد واحد، جسد. انا خطيتي وخطئي مش مجرد ان انا غلطت في حقك يا رب سامحني، لا ده انا كمان غلطت في حق الجسد الكبير ده. انا غلطت، انا اتشاور عليا في الشارع وتقال ادي المسيحيين اهم بسببي. طيب انا بغلط في حق الجسد الكبير، فانا لما اقعد مع ابونا، ابونا انا ممثل او نائب، او هو النائب عن شعب الكنيسه كله، واحد بس يسمعني بدل ما انا اقف على التليفون قدام الكنيسه كلها، هو بسلطانه يسمع، هو اللي يسمع هو اللي يسمع. اما بقى حته انا مكسوف اعترف او مكسوف اقولها، هقول لك نقطتين. عمليا ابونا زي الطبيب طول النهار بيسمع، فالخطيه الكبيره قوي اللي انت خايفه منها دي ابونا سمعها 20 الف مره. الطبيب نقول كده، كنا في الطب نقول ايه؟ الطبيب ينظر الى الام الناس ولا يرى عوراتهم. يعني الطبيب ما تفرقش معاه الامور اللي المريض مكسوف منها، لكن تفرق معاه ويفكر في المرض ويعالجه ازاي. يعني لو واحد راح للدكتور يقول له انا يا دكتور ريحه بقي وحشه قوي بتكسف اتكلم مع الناس لان ريحه بقي وحشه، الطبيب عمره ما يقول له ايه ده، ما انت جاي بتتكلم معانا كمان، انت هتقرفني يا عم امشي يا عم، عمره ما هيعمل كده. ليه؟ اول حاجه هيفكر فيها مش ان هو مش زي الناس ما بتفكر، لا هيفكر ده يمكن خراج في الضرس بيعمل الموضوع، يمكن اللوز، يفكر ازاي عالج ازاي بيشفي. فاللي انا مكسوف منه وخايف منه ده، ابونا بيبص له نظره ثانيه خالص، يبص له ان ده ابني بيعاني من الحته دي وانا اساعده ازاي واسنده ازاي عشان اتغلب عليها. تاني نقطه مهمه، ما تشغلش بالك بالتفاصيل. انا ممكن اروح لابونا اقول له ابونا في خطيه مكسوف منها قوي ومكسوف اعترف فيها، فسامحني وحللني عليها. بس ما اقولش اكتر من كده. ابونا لا فضولي ولا عايز يعرف تفاصيل، ممكن يقول له الحل، ممكن هو يساعده. يقول له انت الخطيه دي اكيد حاجه يعني تكون متعلقه بكذا، معلش الله يسامحك بس ابقى ايه يعني خلي بالك من النقط الفلانيه وخلاص. لا ابونا هيساعد وهيستوعب. احنا دايما بنقول كده بس لان هما ممكن يكونوا في السن شويه حرج، طبعا فبالنسبه لهم بتبقى قد ايه تقيله ان انا اروح لابونا واحكي له او اقول الحاجه دي، فنظره ابونا ليا هتكون ايه؟ مع ان زي ما قلت ان ابونا بيكون عدى مشاكل اكتر من كده بكتير، حاجات اكتر من كده. واحنا في سنهم كنا كده، انا عازف ده طبعا. انا مره طفل صغير جاي مكسوف ومش قادر، مش عارف كان في ثانيه ابتدائي ليه، عشان مش عارف سرق مصاصين نخته مثلا. شوف احنا هنضحك، ايه سرق مصاصين نخته؟ بالنسبه له هو كانت حاجه، ازاي اقول لابونا على الكارثه اللي انا عملتها ازاي؟ فكل سن طبعا بيقول حاجات كبيره بتاعته، انا مقدر. بس ابونا اب اولا واخيرا، يعني لازم اللي جاي يعترف ده يكون عنده هذه الثقه ان ابونا اب هيحتوي ويستمع ويتفهم ويساعد. احنا في سر التوبه والاعتراف معترف وابونا وربنا ثلاثة ضد الخطية. ليس لنا عدو سوى عدو الخير الشيطان والخطية. فهنا مش أبونا ضد المعترف أو زعلان منه أو بيلوم عليه، لا هو أبونا والمعترف وربنا في الوسط أو روح ربنا بيقود القعدة دي ضد الخطية. أنا وياك، مش أنا شفيع، أنا بدافع عنك. كلمة كاهن معناها شفيع، بس في من ضمن يعني تعريفاتها إنه شفيع. أنا هقف وأصلي لك عشان أقول يا رب ساعده انه يتخطى ده ويقوم من صحته.
كمان قلت احنا لما بنقع مع قصد اعترفنا ونيجي تاني مره ما بيبقاش فاكر اصلا ان احنا قعدنا معايا وقلنا اي حاجه. حلو كويس، حظكم حلو. ايوه ده كويس كده، يبقى ربنا نسى اصلا. ايوه ربنا نسى، بس كان ربنا نفسه بينسى خطيئة، ربنا يقعد في كده. طيب كان في سؤال تاني بقى، لو مثلا انا طالب وفي الفتره دي يا دوب الفلوس اللي باخدها على قد الدروس والحاجه اللي انا باخدها، فمثلا معيش المصاريف بتاعتي كتير، فبحتاج مثلا العشور، هل ينفع ان انا اخدها مثلا بقول ان انا طالب ومحتاجها ولما اشتغل مثلا هبقى ادفع عشور؟ عرفت عليك نقطه العشور دي، بدايتها كانت في العهد القديم، هي جزئيه، هي اساسا ايمان، هو ربنا كان يعني موزع الاراضي على اسباط اسرائيل، وفي سبت بيخدم ربنا، سبت لاوي واولاد هارون، فقال دول اللي بيخدموا ربنا ياخدوا من عشر اخواتهم، يعني مثلا هم لو 10 اسباط واخدين اراضي، فلو كل العشر دول كل واحد طلع عشر في 10 بواحد صحيح، يبقى كان النصيب اللي ناقص ده يتسدد. هي دي الفكره، الفكره جايه من ان انا بشتغل وعندي قوه اشتغل، في ارمله ما تقدرش جوزها توفى ومحتاجه تربي عيالها، في احتياجات لبيت ربنا من حاجات احتياجات بيت الله، في حد عاجز فيها. ففكره العشور فكره ايمان باننا كلنا جسد واحد، كلنا جسد واحد، كلنا مسؤولين عن بعض. فدي نقطه مهمه، خليني انا هدفع العشور حتى لو ايه لازم. نقطه ثانيه بقى، ودي حته متجربه كتير، يعني حتى في الكتاب المقدس يقول هاتوا العشور وجربوني يقول الرب. الايمان رؤيته ابعد واعمق من الرؤيه الحسابيه النظريه. يعني نظريا ال 100 جنيه اكتر ولا ال 90 جنيه؟ لا ال 100 جنيه اكتر من ال 90 جنيه. انما بالايمان انا لما اخد ال 100 جنيه مصروف ومطلع 10% عشور فضل معايا 90، ايماني ان ال 90 دول وفيهم بركه ربنا هيبقوا اكتر من ال 100. ده ايمان ودي حقيقه، يعني موجوده في الكتاب المقدس في امثله كتير، مثلا من ضمنها المن، مثلا يقول لما ربنا كان بينزل لهم المن كان يروح يجمعه، ناس تجمع كتير قوي وناس تجمع قليل، فقال ايه كده يقول لك الذي جمع كثيرا لم يفضل عنه والذي جمع قليلا لم ينقص، يعني كله شبع واكل. ودي متجربه فعلا، انا بقول لحضرتك الكلمه دي مرتين ثلاثه، انا متجربه، كل انسان امين في العشور ربنا بيديله بركه بزياده كتير، حته ايمان. عشان هي حته ايمان انا انصح ان العشور تدفع على اي حاجه، يعني انا باخد مصروفي 5 جنيه 10 جنيه او مطلع جنيه احط على جنب كده اقول ده عشور ربنا، خلاص بقى انا هعمل حسابي ان انا هتصرف ال 9 جنيه اللي معايا دول، هم دول مش اجي اقوم قايل انا ورايا ايه 1 2 3 اسددهم واشوف ده واعمل ده واشتري مذكرات واعمل، ولو فضل معايا ابقى احط الجنيه اللي فاضل لي، لا حط الجنيه الاول، نصيب ربنا الاول، وبعدين هتلاقوا بركه عجيبه. لما الاقي بركه عجيبه الشهر الجاي هتشجع اكتر اقوم على شغل، والاقي بركه واتشجع اكتر واكبر. النهارده انا بدفع جنيه عشور و10 جنيه عشور، بعد ما تكبروا وتشتغلوا في ناس النهارده مثلا مرتبها 20000 تدفع 2000 جنيه، في واحد رجل اعمال ممكن يكسب 100000 يقوم دافع 10، فاهمه؟ خلاص طالما انا امين على الصغير هبقى امين على الكبير. خلاص بقت بالنسبه لي حاجه بقت ايوه ورائعه بقى، ان هي فعلا فيها، دي عامله زي الشركه، لو انا شريك في شركه وداخلين بالشركه 50% 50%، جيت اخر الشهر كسبنا 100 هديك انت 50 50 شركه، مش هقدر اجي اقول لك معلش يا ريني انا الشهر ده مزنوق مش هديك فلوس، دي شركه. فتخيلوا بقى انك داخلين شركه مع ربنا، بس ربنا احنا ايه؟ هو بياخد 10% وتديني 90%. فدي شركه، ده نصيب، من البدايه خالص ده طالع. طيب الصوم بقى، اسألوا عن الصوم، لما المسيح نزل علشاننا وذل نفسه عشاننا، خلاص انا ليه بقى؟ اخذ من انا ليه بصوم؟ يعني هو خلص كل حاجه. يعني هو صام بقى شال عندي خطيه برضه هرجع اقول لكم تمسكوا بالعباره بتاع خروج من الذي لاجلنا ولاجل خلاص ما تنسوش العباره دي، يبقى بنصوم ليه؟ لاجلنا، يعني ايه لاجلنا؟ ما هو السيد المسيح صام عنا 40 يوم، هو صام عنا مش عشان احنا ما نصومش، لا عشان لقينا احنا محتاجين الصوم فصام ويانا، يعني صام لكي يقدس صومنا، لكي يعطينا قوه في صومنا، هي دي فكره صام عنا. صام عشان احنا كل مره بنصوم فيها احنا بناخد نفس قوه الصوم اللي هو صام من اتحادنا بيه. الصوم هو احتياج لينا احنا مش ليه هو، احتياج لينا احنا. احنا لازم ندرك باجسادنا وبفكرنا
انه ليس بالخبز وحده يحيى الانسان بل بكل كلمه تخرج فم الله. لازم ندرك ان مصدر حياتنا الحقيقي هو الله مش الطعام البائد. عشان كده الكنيسه بتحط لنا صوم، صوم كبير مثلا حاجه جميله جدا، نصوم طول النهار ونيجي نحضر قداس نتنام. كان الكنيسه عايزه تقول لنا ايه؟ اتغذوا على الجسد والدم. صوم عن اكل العالم وتغذى عن جسدنا. اكل العالم يغذي هذا الجسد الترابي، لكن اكل المائده السمائيه يغذي كياننا في المسيح، وبالتالي يغذي حياتنا الابديه. هو ده الطعام الباقي للحياه الابديه. السيد المسيح قال لهم اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياه الابديه. يبقى الصوم في مبدا ان ايه؟ ابدال. ابدال شيء بشيء. ابدال الطعام الارضي للطعام السماوي. ابدال شهوات الجسد ان انا او الرغبات اللي هي المنطلقه المتحلله، انا عايز او المنحله يعني كل حاجه عايز اعملها اعملها. لا، ببدلها بانسان بيعيش حياه انضباط منقاد بالروح القدس. فالصوم اتجاه كامل. القداس بابا شنودك اللي هو عباره حلوه يقول كده، الصوم ليس علاقه مع الطعام لكنه علاقه من الله مع الله. من خلال تغيير الطعام. من خلال تغيير الطعام بزود علاقتي بالله. هي مش قصه بغير نوع الاكل قد ما هي فتره تدريب خاص، فتره تدريب خاص. يعني انت ممكن تكوني عايشه حياتك طبيعيه بس تيجي فتره تقولي ايه انا مثلا هعمل تدريب على حاجه معينه، وتقعدي لمده شهر بتدربي نفسك على حاجه معينه. مثلا على الانجليزي، بتدربي نفسك على الانجليزي علشان تقوي لغتك. فالصوم هي فتره تدريب خاصه على علاقه اقوى بالله، على انطلاق اكثر لقياده الروح القدس حياتي، وبالتالي انا بعمل ده بمساعده ان انا امنع نفسي عن بعض الاكلات الشهوانيه وبعض وان انا ادرب نفسي على ان مصدر حياتي ما يبقاش الاكل. ادرب نفسي ممكن استغنى، ممكن استغنى عن النوع ده والنوع ده. ممكن استغنى عن النفطر، ممكن استغنى عن كوبايه شاي بشرب الصبح. تدريب الاستغناء ده مهم لحياه الانسان. فاذا الصوم هو ايضا الذي لاجلنا ولاجل خلاص الصوم لاجلنا، لا امر نافع جدا. طيب يعني كان في بقى ناس بتسال طيب لما احنا بنصوم يعني ليه ربنا مش سايب لنا مده وطريقه الصوم على حريتنا زي ما احنا عايزين؟ كويس. فكره ربنا سايب لنا دي هي فكره اصلا مش موجوده في المسيحيه. بمعنى ايه؟ يعني المسيح ما كتبش بايده مثلا انجيل. ليه ربنا ما ساب للمسيح ما سابلناش انجيل مكتوب؟ لا، المسيح حقيقه ساب لنا ايه؟ ساب لنا جسد ودم. المسيح سلمنا كنيسه، واحنا بنؤمن ان الكنيسه دي ايه؟ جسد المسيح. السيد المسيح بعد صعوده الى السماء اصبح وجوده معانا هو راس الكنيسه، الجسد الحي. اصبحت الكنيسه جسده تنفذ مشيئته. فكل ما تصنعه الكنيسة هي جسد المسيح. فاهم قصدي؟ يعني الكنيسة هي جسد المسيح منقاد بالروح القدس. فإذا هو كل شيء من الآب في الابن بالروح القدس. فالكنيسة تقول لنا صوموا 40 يوم، صوموا 30 يوم، الكنيسة هي اللي بتحدد وإحنا بنطيع الكنيسة. يعني اللي مش بيصوم خطيته فين؟ خطيته إنه مش عايش في شركة الكنيسة. مش عايش تحت طاعة الكنيسة. دي خطيته بس. مش خطيته الأكل على فكرة. يعني الجبنة نفسها حد ذاتها مش حرام. يعني لو انا اكلت حته جبنه ولا حته بيضه ولا فرخيه، الاكل نفسه مش حرام. ليه مش حرام؟ لان انا باكله فطار. ما هو الحرام في الصيام حرام في الفطار. لو قلنا السرق حرام مثلا هتبقى حرام في الصيام مش حرام في الفطار؟ حرام في الصيام حرام في الفطار. فالجبنه حرام في الصيام مش حرام في الفطار؟ لا، هي لا حرام كده ولا حرام كده. امال ايه الغلط؟ ايه الخطيه؟ الخطيه كسر الصوم، كسر طاعه الكنيسه. لو الكنيسه جت غيرت وقالت، ما الكنيسه جت في وقت قالت ايه؟ لا، المرضى ممكن ياكلوا سمك. يعني ممكن انا الصوم كبير وواحد واحده حامل مثلا لسه هتصوم، المفروض ما تصومش عشان هي حامل، لسه هتصوم، اقول لها طب مش صومي بس كلي سمك. اكل سمك في صوم كبير؟ ده درجه ثانيه، هنزلك درجه. ده بحل الكنيسه. الكنيسه لقت الصوم كده قالت طب نعمل صوم درجه ثانيه، تاكل في سمك. ده امر الكنيسه. فاحنا بنطيع امر الكنيسه. لكن المسيح نفسه ساب ايه؟ هو ساب الرسل يؤسسوا الكنيسه. وساب روحه القدوس يكون الكنيسه. لكن مش هيسيب تفاصيل اي حاجه، وكل حاجه في الكنيسه مفيش تفاصيلها. يعني المسيح قال لهم اذهبوا وتلمذوا جميع الامم وعمدوهم باسم الاب والابن والروح القدس. لكن فين تفاصيل المعموديه؟ نعمل ايه بالظبط؟ وابونا يشيل العيل ازاي؟ ويقول ايه قبل ما يصلي؟ ويقول ايه قبل ما مفيش التفاصيل دي ترتيب الكنيسه. يعني بنعمل كده اخضاع لاوامر ترتيب الكنيسه. ترتيب الكنيسه بالظبط. ايمانا منا ان ترتيب الكنيسه هو ترتيب الله.
الكنيسه جسد المسيح. لكن اصلا طريقه الصوم والكلام ده كله مش اساسي طبعا، لكن في اشارات في الكتاب المقدس يعني. في مثلا في سفر اعمال الرسل كتير يقول لك ايه، انه صاموا وصلوا وكانوا بيشتركوا او مواظبين على كسر الخبز وتعليم الرسل. هو فين تعليم الرسل ده؟ اه مكتوب بقى في حاجات ثانيه، نلاقيه في تسقليه، نلاقيه في كتب البيعه وكتب الكنيسه. فهمت قصدي؟ يعني في اشارات لده، في اشارات لحياه الكنيسه الاولى. العفو على ايه؟ انا فرحت خالص ان انا التقي بيكم، وان شاء الله كورونا تخلص بسرعه ونشوفكم ونقعد معاكم. حسيتنا الكنيسه وكل خدمه وحسيتها. انا عايز اقول بس حاجه على الاسئله اللي انت سالتيها كلها، حته اخيره ختام يعني، ان الخبره والممارسه هي خير معلم. يعني كل اللي انا قلته ده حلو، بس اللي جرب مثلا يصوم وحب تاثير الصوم في حياته ولمس الفرق، لما يسال سؤال زي كده غير الواحد ما جربش. لا، اللي جرب ده خلاص واحد هو ده. اللي ده وقفت صلاه حلوه قدام ربنا، اللي ده قعدت اعراف حلوه، ده زي ما احنا نقعد نتكلم كده مثلا على البحر والميه والعوم والعوامات ونتكلم نتكلم كده على راح البحر مثلا، اقول له كلام. لكن اللي راح ونزل الميه وما تيجي ما اجي انا اذكر اقول يا سلام دلوقتي لما الصيف يجي ونروح نقضي مثلا مصيف، انت بتتذكري كل الذكريات. لا، دي حاجه انت دقتيها بنفسك، لمستيها، ما ينفعش حد يحكي لي عنها. فالحياه الروحيه حياه اختباريه. دفع العشور، الامانه في العشور، والايمان بان الله يبارك فعلا في القليل، والصلاه والصوم والاعتراف، دي حاجات اختباريه. فتعالى وانظر. كلنا او معظمنا مجربين قد ايه احنا بنقف نصلي. انا بدي رساله للولاد والبنات الصغيرين الثانوي، اللي ما جربوش جرب، العمر ما اعترف وهياب وخايف لا جرب، اقعد مع ربنا مره واثنين وثلاثه، دق بنفسك. زي ما المسيح كده قال مره، تعال وانظر، تعال وانظر، ما تقعدش تسال وتسمع اجابات وانت بعيد وتقرا بوستات وما اعرفش ايه. المعرفه الاختباريه، تعال وانظر. او كمان يعني في الفتره اللي كله قاعد فيها، هم قد ايه فعلا متشوقين ان هم يرجعوا في الكنيسه. صحيح. يعني امين يا رب. من فتره كانوا كل يوم بنتكلم معاهم بيقولوا امتى نرجع تاني وقدام الخدمات يطلعونا نصلي بالعافيه. يعني هو قد ايه ربنا يجعل ابواب الكنيسه مفتوحه دايما يا رب. يا سلام، حافظ عليكم، ربنا يخليك.